أنا جيت سعيدة بتواجدي في مدينة برشيد كعضوة لجنة التحكيم، وغادي يكون لي الشرف على أنني نشوف الأفلام القصيرة ديال الشباب. وأكيد يعني الأفلام القصيرة فهي مرآة ديال الأفكار اللي كيبغيو يوصلوها الشباب بصفة عامة. فأنا ما كيهمنيش الجائزة الأول أو الثاني أو الثالث، أكثر ما كيهمني فضولي نعرفهم ونحس بهم ونفهم شنو بغاو يوصلوا وشنو الأمور اللي هي كيشوفوها بالعين ديالهم والرسائل اللي هم بغاو يوصلوها لنا. هذه من جهة. من جهة ثانية كان عندي لقاء طيب مع السيد رئيس مجلس البلدي، وكذلك كان حضور السيد العامل ديال المدينة. هذا كيعني شيء واحد، وأنه الحمد لله يعني الجهات اللي هي مسؤولة في المنطقة فهي مهتمة ومهتمة عن قرب لتواجد هذه التظاهرات هذه بالذات، ومهتمة كذلك كما يعني السيد رئيس مجلس البلدي وعد على أنه غادي يكون إن شاء الله عن قريب مركز ثقافي، وكذلك أوتيلات ومشاريع مهمة إن شاء الله اللي هي غادي تحيي أكثر وأكثر المنطقة. فهنيئا البرشيد وهنيئا الناس ديال البرشيد، ويستاهلوا كل خير. وهذا ما كيخليني غير أنني نفرح ونسعد بهذا الشيء كله، لأنه مهم جدا، لأنه كيف ما قلنا شباب الخير ومدينة ديال كلها خير إن شاء الله. وأنا متأكدة بأنه إن شاء الله في المستقبل غادي يكون واحد تغيير مفاجئ وتغيير جميل جدا اللي غادي ينبهروا به سكان المنطقة قبل كل المناطق إن شاء الله. شكرا.